السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة المساء من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي. لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. الأمم المتحدة. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونقل بومبيو لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حمله الملك تحياته لفخامته. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها. حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان. كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول. ورحب خادم الحرمين الشريفين بأعضاء المركز الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكدا حفظه الله أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب. بدورهم عبر أعضاء المركز عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الذي تقدمه المملكة للمركز مع الدول الأعضاء الآخرين وجهود المملكة الرامية لترسيخ قيم التسامح والتعايش وبناء السلام العالمي. كما جرى خلال الاستقبال استعراض جهود ونشاطات وفعاليات المركز ومسيرة عمله. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان. التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في الرياض اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها. حضر اللقاء صاحبة السمو الملكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال لقائه وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك والوفد المرافق له، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية حفل تخريج 4229 خريجا من مختلف دورات حرس الحدود بالمملكة، وذلك بأكاديمية الأمير محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة. كما شهد تنفيذ تمرين القبضة 3 في مياه وسواحل البحر الأحمر بمشاركة من طيران الأمن.
تحقيق معايير عالمية من خلال التدريب والتعليم، ما يهدف إليه حرس الحدود من خلال تدريب ما يقارب من 4229 خريجا من مختلف الرتب. خطة التطوير مستمرة لا تقف، الإنجازات مستمرة بدعم القيادة. اليوم سيذهبون للوطن وسيدخل غدا إن شاء الله كثر هذا العدد للتدريب، فتح المجال والحمد لله. هذا شيء مفرح ونفتخر فيه جميعا. دورات متخصصة تم تخريجها من خلال هذه الدورة شملت دورات للضباط والأفراد، وهذا ما يؤكد نجاح مخرجات التدريب. تشريف سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله لحفلنا، لحفل تخرج 4229 متدرب، منهم 3000 وما يزيد عن 3000 كطلبة حديثي التخرج، ودورات تأسيسية وتخصصية لضباط وأفراد من رجال حرس الحدود والقطاعات الأمنية الأخرى والدولية أيضا. عرض عسكري أبدع من خلالها الخريجون في عرض مهاراتهم التي تعلموها، إضافة إلى تنفيذ تمرين القبضة 3 والذي شهد تجارب فرضية تمثل جودة نوعية حقيقية. هؤلاء هم شباب بلادي الذين تم الاحتفال بهم في هذا اليوم لينضموا إلى زملاء لهم للذود عن حياض وطننا الغالي. للأخبار عبدالله الغامدي، جدة. التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير بالرياض اليوم مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية ستيوارت هورن، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير الباحثة باربارا ليف والباحثة دانا سترول في برنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وجرى خلال اللقاء استعراض مواقف المملكة في أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية، كذلك الجهود التي تبذلها المملكة نحو خدمة الأمن والسلم الدوليين. التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة القنصل العام الأندونيسي إيكو هارتونو، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل مرور 25 عاما على عيادات ديرما، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والمسؤولين. وأعرب الأمير فيصل بن بندر خلال الحفل عن سعادته بالمشاركة في الحفل، مقدما شكره للدكتور أحمد وعبد الله العيسى وزملائهم على ما بذلوه من جهود وتوجه سليم لخدمة المجتمع. تضمن الحفل عرضا وثائقيا عن العيادات وتاريخها، كما قدمت سفيرة جمعية فال البهاق الطفلة نورة فقرة عن معاناتها الاجتماعية مع البهاق. أنا سعيد أن أكون في هذه المناسبة وفي هذه الاحتفائية بهذا العمر المديد لهذه العيادات، والتي أرجو إن شاء الله أن تكون امتداد خير وبركة لكل إنسان يحتاج إليها ويجد عندهم العلاج الناجع المفيد لهم جميعا. احتفالكم اليوم أيها الإخوة من أبناء درما له لون وله طعم وله رائحة تختلف عن أي مناسبة أخرى. أولا الزمن الذي مر وهذه العيادات ثابتة مستمرة تؤدي هذا الدور المهم. ثانيا الاستفادة الكاملة إن شاء الله لكل من يزورها ويستفيد من خدماتها.
توج صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في المحافظة في دورتها 11 التي حظيت بتنافس 600 طالب وطالبة من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية و50 مدرسة بحضور نخبة من الشخصيات الإسلامية من داخل المملكة وخارجها ومنسوب الجامعات وأولياء أمور المتسابقين. وشاهد الأمير مشعل بن ماجد عرضا وثائقيا عن المسابقة وما مرت به من تطور فيما قدم الطلاب الفائزون أوبريتا من وحي القرآن، كما قدمت فقرة مبادرة أجران، ثم تفضل سموه بتشييع منصة الوحيين لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية. رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم توقيع مذكرتي تعاون تابعتين للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة، الأولى مع جمعية إعلاميون وذلك لافتتاح مقر للجمعية في المنطقة، والأخرى مع مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات لافتتاح مقر للمركز في مقر الغرفة، وأيضا توقيع عقد إعداد ودراسة للخريطة الاقتصادية لمحافظة عنيزة 2030. وتهدف مذكرتي التعاون إلى تفعيل دور الغرفة في دعم القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية والتعاون وتبادل الخبرات. رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير وذلك بمركز المعارض الدولي بأبها. وأكد الأمير تركي بن طلال حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على رفع مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومتابعة جميع متطلباتهم، مشيرا سموه إلى أن هذا اللقاء يأتي بتوجيه مباشر من سمو ولي العهد للخروج بنتائج عملية لخدمة هذه الفئة الغالية. عقب ذلك شاهد الحضور كلمة مسجلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة عبر خلالها عن سعادته لعقد هذا اللقاء في منطقة عسير. بعد ذلك شهد اللقاء عددا من المداخلات التي استعرضت احتياجات ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وسبل إيجاد الحلول لها. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بعلاج أطفال المواطن عامر الحازمي المصابين بمرض الثلاسيميا وتكفله شخصيا بعلاجهم في أهم المستشفيات المتخصصة، كما وجه بتوظيف والدهم في محافظة طريف. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل المواطن ضمن جولته التفقدية لمحافظة طريف، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلا الله تعالى أن يمن على الأطفال بموفور الصحة والعافية. كما وجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الشؤون الصحية بالمنطقة بتأمين برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي للطفلة ألمع وضصلبي وذلك خلال زيارة سموه لمنزل الطفلة ضمن جولته التفقدية في محافظة طريف. أكد الأمير فيصل بن خالد أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات المتخصصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة بالعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلا الله تعالى أن يمن على الطفلة بموفور الصحة والعافية.
دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران المرحلة الأولى من مشروع مدارس بوابة المستقبل التحول الرقمي التي يستفيد منها أكثر من 29,000 طالب وطالبة بمدارس المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي الذي أكد لسموه أن المشروع هو إحدى مبادرات وزارة التعليم نحو التعلم الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية اللازمة لعمليات التعليم والتعلم داخل وخارج قاعات الدرس، وأنه طبق في أكثر من 90 مدرسة كمرحلة أولى. ثم قام سموه بالتداخل مع الطلاب من خلال الفصول الإلكترونية في نقل مباشر مع عبر الدائرة الإلكترونية، سائلا الله أن تكون هذه التقنية حافزا للطلاب والطالبات لخدمة الوطن. كما أكد سمو نائب أمير منطقة نجران أهمية العمل التطوعي في المجتمع وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين. وأشاد الأمير تركي بن هذلول خلال لقائه رئيس جمعية الليث للإنقاذ حمد المسعد يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بالدور الكبير الذي تقوم به الفرق التطوعية لخدمة جميع شرائح المجتمع في ظل دعم القيادة الرشيدة، مؤكدا أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي. وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرا اشتمل على الأعمال والبرامج التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية. وتفقد سمو نائب أمير منطقة نجران المديرية العامة للسجون بالمنطقة، وقف خلالها على مرافق المديرية والمباني والأقسام التابعة لها. كما اطلع الأمير تركي بن هذلول على أجنحة مركز الأعمال والمدرسة الخاصة بالنزلاء ومنتجاتهم والمعهد المهني، مثمنا الجهود التي تبذلها المديرية من خلال البرامج التأهيلية والإصلاحية وتحفيزها للنزلاء للتدرب على أحد المسارات الحرفية التي تكسبهم المعرفة والاحتراف في المهن المختلفة لتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم بعد خروجهم. أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن توجه الوزارة لإعادة إحياء برج خزام بالثقافة والفنون، واصفا البرج بأنه تحفة معمارية وسيعاد إحياؤه بالثقافة والفنون. ويعد برج قصر خزام أول برج مياه في جدة بعد السقاية والبيزان القديم، ويعتبر البرج المضخة الرئيسية ومعلما تاريخيا للزيارات والجلوس في مشاتل الزراعة. كما أكد سمو وزير الثقافة أن الوزارة تعمل حاليا مع شركائها في إزالة المجسمات والمناظر الغير جذابة في مناطق المملكة. وجاء تأكيد سموه في رد على أحد المتابعين في تويتر والذي اقترح إزالة مجسمات الدلال والأواني من على دورات ومداخل بعض المدن، ليرد عليه سمو وزير الثقافة: أتفق معك تماما، وهذا ما نعمل عليه حاليا مع الشركاء. التقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي للشؤون الدينية جان كريستوف بوسين، وأجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات ذات العلاقة بشؤون الحجاج والمعتمرين لهذا العام. كرم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ تركي الشبانة ورئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله الحسين بالرياض المتقاعدين من منسوب واس لهذا العام. وعبر معالي وزير الإعلام في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفاء بالمتقاعدين وتكريمهم، مجزيا لهم الشكر على ما قدموه طيلة سنوات خدمتهم في واس وإسهامهم في إنجازاتها، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية. من جانبه أشاد رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية بالجهود التي بذلها العاملون في بما فيهم المتقاعدون.
أكدت المملكة على ضرورة الحفاظ على وحدة وروح مجموعة دول 77 والصين في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال اجتماع مجموعة دول 77 والصين في الأمم المتحدة، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي. وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأكيدا على الأهمية التي توليها المملكة للمجموعات الإقليمية نظير دورها الكبير في صياغة العديد من القرارات الهامة في مختلف لجان الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسة، ولما تتمتع به من ثقل وتأثير سياسي واقتصادي. تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط المدافع البحري، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية. وتأتي مناورات تمرين المدافع البحري امتدادا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين، ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية. ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية. استكمل ديوان المظالم منظومة التحول الإلكتروني ضمن تكامل فعال بين ديوان المظالم ووزارة العدل فيما يخدم العمل القضائي، وذلك بإضافة خدمتي الاستعلام عن الصكوك العقارية والاستعلام عن رخص المحاماة عبر منصة معين الإلكترونية لمنسوبي في الدوائر القضائية. وتأتي هاتان الخدمتان ضمن تكامل إلكتروني يقدمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر للربط بين الجهات ذات العلاقة لمفهوم التحول الرقمي فيما يخدم سرعة إنجاز الأعمال وتطوير جودة الخدمات المقدمة. وتتيح خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية إمكانية الاطلاع على بيانات الصك العقاري من خلال منصة معين الإلكترونية لكل من لديه الصلاحية المخصصة بالمنصة. كما تقدم خدمة الاستعلام عن رخص المحاماة إمكانية الاطلاع على بيانات وحالة الترخيص للمحامين ووسائل التواصل للمحامي، بالإضافة إلى البيانات التعليمية أو الأكاديمية للمحامي. أصدرت الهيئة العامة للموانئ موانئ ترخيصا موحدا صالحا للعمل في جميع الموانئ السعودية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية، وذلك لشركة CMICGM إحدى كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية وشركات التشغيل في الموانئ حول العالم. ويأتي ذلك استمرارا للجهود الرامية التي تبذلها الهيئة لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية ونقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محليا، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري وتوفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية وخدماتها اللوجستية المختلفة في الموانئ المملكة. وقعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج سكني اتفاقية مع القطاع الخاص لتنفيذ وبناء 5336 وحدة سكنية متنوعة ضمن مشروع مياسم شمال محافظة جدة، وذلك ضمن جهود البرنامج لخدمة مستفيدي وتوفير المزيد من الخيارات السكنية للأسر السعودية. ويأتي هذا المشروع ضمن 8 مشاريع تتوزع في محافظة جدة وتوفر 44,626 وحدة سكنية. تعد هذه الاتفاقية امتدادا للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء آلاف الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة ضمن 70 مشروعا. يواصل مهرجان الصقور بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية فعالياته المتنوعة الذي تنظمه إمارة المنطقة لمدة 5 أيام على الطريق الدولي. واشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات والمسابقات والأجنحة المشاركة، منها محميات طائر الحبارة والأرانب البرية وطائر القطة وطائر الكروان، بالإضافة إلى منطقة الجلسات وأجنحة خاصة للجهات الحكومية المشاركة.
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف إطلاق حملة يفيدك بأعمالك والموجهة لمنشآت القطاع الخاص للانضمام إلى برنامج التدريب على رأس العمل تمهير، وطرح الفرص التدريبية المتاحة لدى المنشآت أمام الخريجين والخريجات من حملة درجة البكالوريوس. وأبان هدف أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3000 ريال شهريا تودع في حسابات المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب بالإضافة إلى شهادة خبرة. ويشترط برنامج تمهير أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال 6 أشهر السابقة ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج. كشف المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل جديدة حول اختطاف طفلين حديثي الولادة من أحد مستشفيات الدمام وتورط الخاطفة بحادث اختطاف ثالث بالقطيف. وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 من جماد الآخرة من عام 1441 للهجرة عن ضبط مواطنة بالعقد الخامس من العمر بعد اتضاح علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام، الأول بتاريخ 24 من الشهر الرابع من عام 1417 للهجرة، والثاني بتاريخ 8 من الشهر الرابع من عام 1420 للهجرة. فقد أسفرت نتائج فحص الخصائص الحيوية لأحد أبنائها عن ارتباطها بحادثة اختطاف طفل ثالث بعد ولادته من أحد المستشفيات بمحافظة القطيف بتاريخ 14 من الشهر الأول من عام 1414 للهجرة، وقيامها بإضافته لسجل الأسرة بعلم زوجها الذي نسب الطفل إليه، حيث جرى إيقاف لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك. ألقاكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع معدلات التنمر الإلكتروني ضد الأطفال والإناث بشكل خاص، وأكد مختصون وأكاديميون أن معظم الدراسات الاجتماعية حيال سلوكيات التنمر والاعتداء لدى الأطفال ناتج عن التفكك الأسري والمعاملة السلبية من الوالدين والإهمال واللامبالاة والتسلط والحرمان العاطفي، إضافة إلى مشاهدة العنف في المنزل. كما أوضح مختصون أن علاج الحالة التنمرية يشمل الحوار والإنصات والتشجيع وتعزيز الثقة بالنفس وممارسة الأنشطة البدنية. ومن أخبارنا الرياضية، فاز فريق الشباب على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الشباب بالرياض في افتتاحية منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجل للشباب محترفه سيبا في الدقيقة 17 ليعادل لضمك رافيائي الكوستا في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، ويسجل زيلايا هدف التقدم عند الدقيقة 56. وفي منتصف في الشوط الثاني عاد عبد الله الزوري ليسجل هدف التعادل للشباب في الدقيقة 76 قبل أن ينهي الأرجنتيني جوان كار مباراة بالهدف الثالث لمصلحة الشباب عند الدقيقة 88. بهذه النتيجة يصل الشباب إلى النقطة 28 في المركز الثامن، فيما يبقى ضمك في المركز 14 ب14 نقطة. وفي ثاني لقاءات الجولة 19 يستضيف الوحدة نظيره الفيحاء عند 8:30 مساء على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.
من أخبار الطقس، غطى الزائر الأبيض للمرة الثانية مرتفعات اليوم في منطقة تبوك شمال غرب المملكة إثر موجة قطبية أدت لتساقط كميات من الثلوج على المناطق البرية والجبلية. اكتست مرتفعات وساحات جبال اللوز في مشاهد جسدتها مناظر جمالية. في الوقت ذاته خرج العديد من المتنزهين للاستمتاع بالثلوج في أجواء تتكرر للمرة الثانية خلال هذه السنة. هذا وكثف الدفاع المدني بتبوك من تمركزه على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج، مجهزا بآلياته المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى تلك المواقع. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطا للرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران، فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي. خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. المملكة تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة مجموعة دول 77 والصين في الأمم المتحدة. شكرا على طيب المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله. المملكة العربية السعودية كما قلت يشرفها أن تؤدي واجبها نحو ضيوف الرحمن على هذه الأراضي المقدسة بأكمل وجه ممكن، وهذا ما تفعله. لا تستخدم هذه المناسبة لأمور سياسية، ولن تسمح بأن تستخدم كذلك هذه المناسبة لأي توجهات أو شعارات سياسية ليس لها أي علاقة بالعقيدة الإسلامية.